سلام الله عليكم جميعا احبابي في الله، كي دايرين؟ بخير صح، مزيان هانيين بخيرين صافا الحمد لله. اش كتعاودوا؟ هانيين بخير صافا. كي داير مع رمضان؟ بخير ياك. مغلبكم زيرو؟ مزيان زيرو زيرو. المهم انا راه التعادل. المهم ما عليناش، ندخلوا في الموضوع. قبل ما نبدا الموضوع ديالي، انت اللي كتشوفي فيا ولا انت اللي كتشوف فيا قاصر او قاصره، سيروا وليداتي ديروا الواجب المدرسي ديالكم، حيت هذا موضوع موجه للناس الكبار لي زادولت. الموضوع سيدي وما فيه هو ديك المشكل ديال ديك المراه اللي كانت ضربات هذاك المعاق في طنجه، كانت ضربات وهجمات عليه هجوم شرس. المهم انا جيت هنايا ماشي باش ندافع عليها ولا ندافع عليه ولا على داك السيد، جيت هنا باش نهضر بصراحه، حيت انا عندي دي دوني اللي يعني كانوا جاوني من اصدقاء ديالي اللي كيسكنوا في مدينه طنجه، يعني ونزولا عند الرغبه ديالهم كانوا قالوا لي هضر في هذا الموضوع. داكشي اللي اقتسم معنا، بارطاجي معنا الموضوع، يعني هذا المشكل هذا كيفاش، يعني كيفاش كتشوف، كيفاش كتشوف انت يا من النظره ديالك الخاصه المشكل؟ يعني واش هذيك المراه واش عندها الحق باش انها تضرب داك الدري؟ هو مسكين معاق وتعدات عليه وداك الشيء، ويعني ويعني تعرضت لواحد الهجوم شرس هذيك المراه، وانتقادات سب شتم، يعني علاش ضربت هذاك الدري معاق وداك الشيء بدون فهم الموضوع اصلا منين جا المشكل. انا المهم جيت لهنا نهضر بعقلانيه، الا كنتو هادو اللي كيشوفوا فيا دابا الا كانوا يعني كيحللوا الامور بعاطفه، ما كنصحهمش يشوفوني دابا لان ما يعجبهمش الهضره اللي كنقول، لان انا كنحلل ديما الامور بعقلانيه، العاطفه كنخليها جانبا. عرفتي علاش؟ انا نشرح لكم علاش. لان الا كنتي ديما كتهضر بالعاطفه ما عمرك تلقى حل المشكل ديالك، خصك تكون كتشوف الامور بواحد النظره يعني عقلانيه، يعني كتحللها عقلانيا وعاد العاطفه من بعد. لانما مثلا الا كان شي واحد في العائله ديالك، نهضر مثلا نذكر لك مثلا واحد قريب لك بزاف، الاب ديالك كان جالس في شي بلاصه، جيتي هكا على غفله لقيتيه وكيدابز مع شي واحد شاب، مش غنقيم بجوج بهم اوتوماتيكمون، انت غتحكم عليها بالعاطفه لان ما الوالد ديالك. يعني ما تشوفش انت، ما تحكمش العقل ديالك، ما تقولش مثلا انا ما شفتش المشكل من الاول شنو هو، يقدر مثلا الوالد هو اللي ضرب هذاك السيد في الاول عاد شانقو. انت تجي ديريكت، وهذه راه عندنا هذه القضيه، هذه العاده لاحظتوا هذه القضيه هذه عندنا فينا حنا المغاربه بزاف، ديما حنا ملي كنجيو الدباز كنشوف شي دباز، راه شانق على خوك، سير جري جري جري، راه كيضربوا خوك، كتجي انت كتجري كتضرب الاخر، وانت ما كتفهمش الموضوع حتى كتلقى خوك هو اللي تعدى عليه. فهمتني؟ لان حنا ديما هكا دايرين، ما كنحكموش على الامور بعقلانيه، ما عندناش اصاحبي واحد الوعي، ويمكن نلقاوش اللي ينور، حتى انا القناه ديالي فيها التنوير كنور الناس، كنفهمهم يعني كيفاش يجيريو لا سيتياسيون، كيفاش يعني المشاكل، عندك مشكل كيفاش يعني تحل المشكل بطريقه عقلانيه، يعني كيخصو يكون عندك دي دوني، خصك تستمع للطرفين، خص كسميتو خصك تكون يعني يكون عندك دم يعني بارد، يعني كالم، وتكون انسان يعني مثقف، يعني واخا مثلا ما تكونش قاري ولا كاينين الناس ما قاريش، ولكن كيكون عندهم يعني واحد الحكمه في واحد تدبير عقلاني للاشياء. هذيك المراه هذيك تعرضت بزاف للسب والشتم وداك الشيء من الناس بدون ما يفهموا الموضوع اشنو هو، حيت المشكل اللي وقع وقع في واحد البلاصه فيرمي، ماشي يعني برا. ملي كتكون هذا فيرمي، يعني بلاصه فيرمي، مثلا المشكل وقع في قهوه ولا في دار ولا في واحد البلاصه يعني مغلقه، ماشي مثلا وقع في الهواء الطلق مثلا في جرده، ولا حيت لو وقع مشكل في جرده ولا في الزنقه كيكونوا الناس بزاف شهود وكذا وشافوا المشكل، كيكونوا يعني الناس اللي كيهضروا في المشكل، لان ما كيكونوا مثلا كيكونوا يعني امام الحدث. ولكن هي هذيك المراه هذيك في بلاصه فيرمي، ويعني هذيك المراه الا لاحظتوا المشكل يعني ضربه فهجمت عليه بشراسه، حيت هذاك الشيء هذاك 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 المشكل هذاك يعني ماشي عاد داك النهار هذاك مثلا وقع، راه ديجا يعني عندهم يعني سلسله ديال يعني لا شارج، يعني شارجي 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 الضغط يولد الانفجار، يعني ديجا عندها مشكل مع داك الدري، يعني يكون عام ولا ما نعرفش شحال، يعني عاد ديك النهار هذاك انفعلت عليه، يعني ولا لاحظتوا واحد القضيه خصكم تكونوا كتلاحظوا مزيان، ماشي نتوما غير كتشوفوا شي مشكل كتهجموا على واحد ما كتفهموش المشكل وكتهجموا على الطرف الاخر، خصك انت لاحظ يعني كيفاش هي، شكون اللي فيلمها، شكون هذا اللي دار كاميرا، هنا كاين السر، شكون اللي دار الكاميرا، واش الراجل ولا ولدو المعاق، ولدو المعاق يكون عنده فيديو، يكون عنده تليفون بداك الشكل كيصور بداك الشكل وهو غيدير كاميرا، المعاق هو اللي غيدير الكاميرا، ما يمكنش الراجل، بان لي انا راجل كبير
ماشي من داك الناس اللي يعني كيهتموا بالتصوير وبالاخر التليفونات، كيبان لي راجل كبير، تلقى الا عنده شي تليفون عادي. اذا شكون اللي صور في ديك اللحظه هذيك؟ هذاك اللي صورها هو اللي واقي الا شكيت انا مع راسي قال لك سميتو خصها تستفزها باش هي تضربك باش حنا نصوروها باش نلقاو عليها القبض ديالنا، هي راه ضربت معاك وداكشي. فهمتني شو القوالب ديال عصر العولمه؟ يعني دابا التليفون هو اللي ولا مثلا مثلا انا مثلا باغي نتهمك بشي تهمه، نجي نستفزك نضربك بعدا في الاولانه، وعاد ابري جي خويا تتشنق عليا انت تضربني ويفيلميك ويديوك للحبس. سهله بسيطه، راه ما يمكنش تحكموا على شي واحد بلا ما تشوفوا ليستوار منين وقعت من الاول من ا حتى زد. حيت الا كنتو كتحكموا بالعاطفه راه ما يمكنش العاطفه. واش مثلا الشرطه ملي كيشدوا شي شفر كيبدا يبكي كيقول لهم انا ما سرقتش، انا شاف، انا ما عمري، انا ماشي شفر ولد الناس وكذا، وكيبقى فيهم كيقول لهم مسكين ظريف بقى فينا مسكين صافي غير تلقوه راه ماشي هو. ما كيحكموش بالعاطفه، والقاضي ما كيحكمش بالعاطفه. اون بليس دو سا القاضي واش كيحكم؟ داك النهار الاول كينتقبل الحكم على داك خينا اللي شدوه، واخا عليه حجه وشدوه قاتل وكذا والكاميرا وكل شيء، ولكن ما كينطق بالحكم من بعد. مداوله كيداولوا كذا، والمحامي عاد كيكون نطق بالحكم، ماشي نطق بالحكم النهار الاول. واش كاين شي واحد كيشدوه داك النهار كيحكموا عليه؟ نتوما كتحكموا داك النهار على سميتو تطلق الفيديو في فيسبوك بنت الحرام و فرشي الولاد الناس فين كينعسوا ولادك، وهذيك هذيك مازال ربي غادي كيسميتو غادي يعاقبها، لان انتما كنتو معاهم. وشكون قال لكم نتوما بينا هو هي دخل هو دخل الكوزينه؟ ما خصوش يكون في الكوزينه، خصو يكون ياك ما هي كتقول له ديما قالت نجيب لك ماكلتك وجات تما وقال لها استفزها وهذا، وقلت السيد ديما كيستفزها هو تماك طلع لها الدم. راه البشر معصوم من الغلط، انا براسي نقدر ندير هكاك مثلا ويصورني شي واحد، مثلا نقدر ندفع مرتي شي نهار تستفزني ولا مثلا تسب لي امي ولا شي حاجه مثلا، تبغي هي باش تصورني ديني للحبس تستفز لي امي انا نضربها لان امي هادي. نتوما تقولوا واه كيضرب مرتو كذا ما خصوش يضربها ماشي راجل، وانت كنتي معايا كنتو في الدار معايا فهمتوا الموضوع شنو هو. كتقول لي انت ماشي راجل، وانت كنتي بينا هي كنتي معايا فاش سميتو وكان شتي الفيديو من الاول تاني صورت بينا سبات لي، ما تقول لا ما خصهاش تسب لهم. ايوا جلسوا اصاحبي تريتو تفهموا الموضوع بعدا عاد هضروا خرجوا للانترنت. نتوما كتهضروا في الموضوع بلا ما كتفهموه، هذا هو المشكل ديالنا صاحبي الشعب المغربي صاحبي. تما بلاد الجوقه صاحبي، وبلاد كيشوفوا الجوقه كلشي كيجري، اجري عليا نجري عليك. شنو واقع؟ راه ضربوا بقرعه، الاخر راه ضربوا بقرعه، هو ما ضربوا بقرعه ما والو، ملي كتوصل كتلقى راه ضربوا بموس. والمشكل شنو هو؟ هو داك ولد خالته كان وقع لهم شي مشكل على شي ارض، وانت كتفهم الهضره في شكل، وهذاك السيد كيعاود لك الهضره في شكل، كنهضروا عن عادات وصافي، ما عندك معطيات، ما كتحكم على القضيه بدون يعني خص يكونوا عندك معطيات. القاضي راه كيكون عنده دوسي كيجي من البوليس بان كيقولوا اشنو كذا كذا، وعاد كيدرسوا كيسميتو كيشبطوا كيعاد كيسول مثلا داك المتهم كيفاش، كيقول له هادشي راه اللي عندك في الدوسي هنا، كيقول له لا انا هذيك ما درتهاش ما قلتهاش، كيوليو يراجعوا يرجعوا الدوسي للبوليس كيفاش. يعني راه كاين بزاف ديال المراحل، راه ماشي غير نتوما غير كتحكموا على بنادم. وفي المغرب كتحكموا على اي واحد نتوما مثلا شفتوه هذا كتحكموا عليه. مثلا شفتوا شي واحد مثلا مع شي واحد صاحبه كيتمشى معاه مثلا صاحبه، قال لا راه صاحبه على قبل كيسميتو شي حاجه. شفتوا شي واحد مثلا شفتوا شي مرا نازله مسكينه في الدرب جايه معطله في الليل، ربما هي كانت عند باها في السبيطار دار اوبيراسيون ولا كذا، هي عاد داخله معطله راه كانت مع شي واحد، هذه هي اللي فسدت لنا الكارتي الحي. ربي قال لك الا سترتي شي واحد في الارض كيسترك هو يوم القيامه، اذا ابتليتم قالها واذا ابتليتم فاستتروا. حتى انت الا كنتي بليس ستاتر سير تخبع ما تبينش راه الناس كيسميتو، انت خصك تعاون هذيك المراه هذيك مسكينه الا كانت عجاله وكذا، ماشي انت انت هو اللي مسكينه تطيح بها ولا غادي تنتقدها وغادي مسكينه تنكل بها حشومه كاع عيب. حنا في 2020 مازال البشر صاحبي العقل ديالو مازال يعني ما كيفكرش بواحد ما كيحلش الامور يعني بجديه، ما كيحللهاش بجديه. يعني مازالين حنايا كنحكموا على بنادم من خلال مثلا غير سمعنا شي حاجه، سمعنا عليه شي حاجه
مثلا ما كنشوفوش بعينينا هذاك السيد، مثلا ما كنعرفوش نعاشروه ولا نجلسوا معاه شكون هو، ولا مثلا حنا غير مثلا شفناه لابس لباس موسخ كنقولوا هذاك راه كلوشار، هذاك كلوشار كلوشار هذاك، ولا مثلا هذاك احمق، واخا انه هذاك لا كاباسيتي ديال العقل ديالو، العقل اللي عنده ما كايناش عندك نتايا، كتحكم عليه انت بانه شفتو في فيديو في الفيسبوك، تلح في الفيسبوك وانفعل انت معاه بعقلاني، انت شوف الفيديو وعاود حلل الفيديو وقول ما يمكنش، وشكون كيفاش تصوروها، ما يمكنش وعلاش يصوروها في ديك اللحظه كدا، وعاد كتب الكومنتير ديالك وقول في الكومنتير وما يمكنش، انا شكيت واحد القضيه علاش صوروها في ديك اللحظه هذيك، شكون صورها، وما يمكنش هي تضربو في ديك الطريقه، في ديك كسميتو ديك الشراسه وتهجم عليه غير هكاك، ما يمكنش حيت داك الشيء هذا كاينه كسميتو كوميلاسيون، داك الشيء تجمع 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 الضغط يولي الانفجار كي قلت لكم. كنتمنى من الله انكم يعني تبدلوا الافكار ديالكم السلبيه تجاه الاخر، وديما ما تحكموش على الاشياء حتى وخصوصا في هذا الشهر رمضان شهر المعظم، يعني الانسان ما خصوش ياخذ ذنوب يبقى يهضر في شي واحد هكا بدون ما يعرف شكون هو، ولا ما جلس معاه ما والو، مثلا هو داك السيد دايز غير في الحي مثلا حيت انه انسان مسكين هكاك داير مثلا كيتهلا في راسو نقي كيلبس مزيان كذا، كتقولوا عليه انه انسان متكبر، انسان ولد الحرام هذاك كسميتو هذاك غير التكبر فيه ولا داير، ولا مثلا ملي كتشوفوا شي واحد مسكين ما لابسش مزيان كتحقروه كتقولوا هو موسخ هذاك غير كلوشار هذاك، خص الانسان انسان ملي هذا جلس معاه تحكم عليه على حسب قلت لك عقلو كيفاش داير وتعرفو، حتى تجلس مع بنادم وكتعرف عقلو وكتعاشرو وكتجلس معاه وكتعرف المعاملات ديالو كيفاش دايره معاك، وهادي عاد ودي كتقول هذاك السيد كنت غالط فيه شيء ان بعد الظن اثم، وديك المراه هذيك انت وكنت جلس معاها دابا وداك الشيء تعاود لك شنو كاين، هادي تبقى عاود حايره تقول لك راه داك السيد هذاك كيجلس ليا ديما تما في الكوزينه وكيسبني كيستفزني ديما، وطلع ليا الدم داك النهار هذاك وما حسيتش، يعني البشر معصوم من الغلط، كلنا كنغلطوا كلنا كنغلطوا، انا براسي راه كنغلط انت كتغلط راه كل واحد كيغلط، ولكن علاش حنا بيناتنا شي كينتقد شي انت كتغلط وكتنتقدني انا حتى انا كنغلط، الكومونتير خصك تكتب فيه شي حاجه اللي ما تحاسبش عليها امام الله غدا، الله يهديكم الله يهديكم. هاد النهار هذا جيت نهضر في هذا الموضوع هذا، هاد النهار هذا العشر الاوائل من شهر رمضان المعتم، لان ما هذا الشهر هذا ديال القران وديال قراءه القران وديال المغفره والتواب وديال التسامح، حاولوا ما امكن تبدلوا النظره ديالكم للسلبيه تجاه الاخر، ما تهضروش في شي موضوع تتاكدوا منه نتوما هجمتوا على ديك المراه هذيك هجوم شرس مازال تما فهمتوا حتى الموضوع حتى شنو هو ولا وكتهجموا عليها، هادشي اللي جيت نهضر عليه هاد النهار هاد الموضوع هذا، والله العظيم ملي كنشوف شي حوايج شي بعد المره ما كيهنينيش خاطري، كنبغي نهضر فيهم نتقاسم معكم، المهم بارطاجي انا القناه ديالي القناه ديال الحقيقه، الا بغيتوا قناه الزواق وديال كيسميتو وديال هكا وديال الزواق من اللور وداكشي، انا ما عنديش مع داكشي، انا عندي لي كليراج كنهضر ديريكت فاس اللي في قلبي كنقولو، المهم الله يهديكم هادشي اللي نقول لكم، والمهم هاد الفيديو ديالي بارطاجيوه مع الناس باش تعمل فائده، واللي بغى يتابعني على القناه ديالي فاسي فلوغ مرحبا به، والفيسبوك ديالي اسنان محمد راه فيه لي فيديو ديالي، اللي ما شافش الفيديو راه كاينه في الفيسبوك كنلوح لي فيديو ديالي تما اسنان محمد، هادشي اللي نقول لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يهديكم والله يهدي ما خلق، هادشي اللي نقول، الله يعاونكم.